انا جاي مين ومصري يا اخي تسألني انا، اسكت اسكت. تفضل. اي فرد حرك تقومون هند الفجر هند وتفتحون. هند ترى مشاري برجو الحمل. طيب ايش الحمل استفيد؟ يعني احسن تستفيد ايش انك لو استفيد؟ انك ساكت، ماذا لو سبايكي ما سألها؟ كان اصرف. اجلس هناك. يعني تستفيد مواصفات البرج. لو انك مستفيد من مواصفات ما اخذت الطقم ذا، بس خليك ورا. تفضل. او انت برجك ايش يا سبايكي؟ برج القمر. الثور والله. لا ما ظني ما تقدر تشوف تغير القرون اللي الجو. فوق؟ معاه ها معاه، هيا ادخلي معاه. ايش بك ساكتة؟ يا اخي اعطيتني مجال تهديد، وش اقول؟ ردي على خالتك. شدو تقول له برج الحمل، انا وش اقول؟ ارحب ارحب اكيد يا تقول ابني ارحب. انا حمرا يعزك يا لاماني. ايه ارحب في ذمتي ارحب. ترى هذه بدون ايه، بدون حكم. ايه وش بدون حكم؟ الناس تداعب. والله عادي مكلمك 4 مرات قايل لك بدون حكم، هذا حق التنفيذ. لا تسوي مجنون يا رجل. والله لا تسوي مجنون، قايل لك من اول 4 مرات قايل لك هذا حق التنفيذ. تنفيذ تسوي مجنون. والله مخلص في تنفيذ الاحكام. والله قلت 4 مرات. ليه ما تكلمت؟ طيب يا رجال الله الله يعزك امي فاطمه. يوم يقول اقل 3 مرات. عطني قصيده يا مشاري. ايه ما دهم. ما وقت والله يا هند، والله مو وقت. اسكت ما لك دخل. انا رايقه ترى مو زيك معسل. والله ثار بيننا من ذحين اقول لك. لو سمحت. نبغى قصيده يا مشاري. ان شاء الله الان بنشوف لك واحده كذا. ما يصرفك ترى مو قايل، مو وقت والله. عناد فيك بقول يا اخي سيس. مايكي. قول لك قصيدة. أقول له قصيدة أنا؟ لا لا هو يقول لك. يقول لك أنت كمان؟ يقول لك أنت. مين مطقم لك الطقم هذا الروعة؟ الميل تكفين كأنه مرتبك بنتي. شوف مع الميل اللي حاطه هنا. اصبر بس. الطقم ذا أنا مطقم ولا في شيء؟ روعة. ماذا لو ما ذهب يتسوق؟ الله يسلمك يا رب. سندروي عيونكم ما انتم متعود على الالوان ذي، متعود على اشياء ذي. اللهم عيني لا تتعود. انا ما ابغى اتعود. يا رجل كلاتكم اسود باسود، حتى اخوك ما لابس اسود. يا عمي غير لون يا عمي. ولو تجي الرياض ريتك سودا ان شاء الله باذن الله. يا عمي انا شفتك سودا اصلا. واكلك اللي بتاكله ليله سودا، بتاكل اكل ممكن ابر مغذي غذائي. والله ندعي عليك والله. دعي علي بالموت ولا سمني. يا جماعه الخير خلينا ناخذ جوله، يعني انا شايفين سكوري ما شاء الله يفتح النفس. ما عليك سكوريك بسعر طقمي. طيب سبايكي الان الفطور طلبته؟ ايه طلبت الفطور وطلبت وسويت حكم الكرسي. بسم الله نبدا الاحكام. لسه ما بدا. 91,000 91,000 قلت لك من قبل ما يدعمون، قلت لك ابشاري ترى هذا الجو. سؤال وبكل امانه، انت ساحب ساحب انت صاحب ذمه وضمير، يعني سكور عالي حرام يروح كذا صح؟ سكور عالي بكيفي انا، امشيها ولا ما امشيها؟ تمام، لان انا متكلم 3 مرات واخوك شاهد. انا اقول يا حبيبي ما تكفون تكفون القانون. لا كملها. انا جاك باحترام واقول لك لو سمحت مشيها، خلها جوله بجوله. الاحترام ذا الحين تعرفه بالحكم اللي انا بدك اياه. اول لو تكرمت اول حكم اول حكم تاكل لي بصله كامله تزلطها زلط مع كاتشب اللي نفس لون تيشيرتي، اكيد تغمسها غمسه تحضرها مع، يعني عشان لما تاكل فطوري اللي انا جايبه لك من فلوسي تمام تحس بالطعم غصب عنك، مو طيبه منك، جبته حكم وغصب عنك وتنفذه ويصلني لين عندي.
اوكي ما عندي مشكله. اوكي يوصل الى الذي. وش الحكم الثاني؟ تمام، الحكم الثاني تمام، تنادي هند وهي تقول تكفون انقذوني من سبايكي، تكفوني هيا هيا، تمسك الجوال تنسى هيا هيا بليز هيا هند انقذوني، مده جوله كامله. اوكي الحكم الثالث، انا مسامحته بحكمي، ما عطى رايك، اصبر ايش بي مسامحته اصبر، ما احكام لقعدكم، الاحكام عندي مو عندك، كم عنده الله يوفقنا وياك هذا اندلدل على طيبك الله يسعدك يا هند، تستاهل الطيب الله يطول عمرك. يا خلاص ما في احكام هند الله يسعدك، والله انا قلت لك بيني وبين الشخص ذا العفن حرب، تكفيني خليني، عندي طاقه انا اليوم، انا عندي تخصصي طاقه لازم اخرجها، تخصصي ما اقدر ادخل بين حروب واسكت، لازم اخلصها. طيب اعفي يا اخي اعفي خلاص، بس بس دقيقه اسمع بالله، يعفي وكان في جبل فطور وشايل الكرسي، وانا أنا جميل هنا كنغر أنفذ أحكام ولا إيش؟ والله شوف بايكي، حتى لو أنا داعم بدعم مشاري، عشان أنت يعني شكلك وأنت تنفذ الأحكام مرة يعني يحمس. إيه وفيك طاقة ما شاء الله، إيش بيغيرون عليك يا إيش؟ لا تتغير يعني أكثر جاذبية في تنفيذ الأحكام من أنك تعطي أحكام، ف استمر وفقك الله. أنا أتفق معه. طيب اسمع، طيب يا حبيبي اسمع، الحكم الثالث بيقول قصيدة خلاص، هذا الحكم الثالث. لا والله يا شيخ لو يديني فلوس لحاق معاك خلاص، المهم لا تطول. الحكم الثالث، تجيني المدينة يا الله بدأ يتلكع، يا الله بقول قصيدة البنت هو بنفتح. مين بنت؟ هند. هند؟ يقول قبل أغيب وتنتهي قصة غرامك، وفي عذارك وللفرقات تولم، نسى لا بس طفت السماعة. ليش؟ ما أدري، أنا اتصلت عليك، أنت محرك الجوال. لا أنا طبيعي والله قطع يا عمي، هذا تأكيلي عند مسبح، ذا أجر الزين يعبر عن غضبه. طيب كمل يا عمي، قول شعرك بنام. أنا قول، يقول قبل أغيب وتنتهي قصة غرامك، وفر اعذارك وللفرقة تولم، انت خنت العهد كله في كلامك، وبقى لك شيء حتى انك تكلم. الله يطول عمرك، عناد فيه، بكمل عناد فيه، بكمل واحدة زود. يقول لا الهجر مرضيني ولا الجرح مالوف، خذيتني من راحتي للمضرة، ما عاد في قلبك على أحلامنا خوف، لا عاد في صدرك من الشوق ذرة. سلامتكم. تعال يا خسيس أطرح كام. طب ممكن ناخذ جولة لو سمحتوا؟ عرفتها كيف؟ وفر اعذارك ونفذ، ابشر تفضل يا عم. صح دماغك، صح بدنك، صح بدنكم جميعا. والحكم الاول ايش تقول ان شاء الله قصير. اللهم امين الناس فيكم كلكم، فيكم متابعكم، اعرف اقول تشرفت فيكم كلكم متابعكم واحب. الله يسلمك، الله يسعدك والله، ما الله شكرا مرة لو سمحتوا، عشان كذا شوي اخذ على الوضع بعدين ارجع لكم كذا تشوفوني شوي على بنت.
أوه تهديد صريح هذا. هيا طيب ايش 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 لا مو سبايك لا يسمع لا ليش خلونا يعرف ايش قلتي؟ لا لا ما قالت شيء ان شاء الله يسلمك قاعد يقول لي يعني تشرفت فيك الله يسعدك يا رب يوفقك يا هيا والى الامام والله يعطيك على قد جبهة مشاري وان شاء الله نشوفك يا انا بقول لك الدعوه ان شاء الله على قد جبهتي لانها اكبر ان شاء الله والرزق اكثر باذن الله يعني اجمعين ان شاء الله وعلى قد جبهتي وجبهتك والرزق ان شاء الله شرفت فيكم جميعا الله يسلمكم شرفنا والله يا هلا وسهلا حياكم انت خسيسه صح لا 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 يمكن احسب سروالك مسبح ولا شيء وخر لا لا يا ولد صلي على النبي ولد ايه يا حسن وريني وريني هذه ايش لوحة ايش؟ اوكي شعري تعال شعري تفضل تعال الحكم الاول ها والله صدق كانه كوبرا ترى يا جماعه مو ادمي مين؟ الجاي يلدغني لا واحد بس هنا بالكومنت خلاص خلوا روان ترسل يا شباب الحكم الاول يا مشاري لا تطولها بالله لا تطولها من جد مره لا تطولها ورب الكعبه الله يعزكم على التبون حي والله راسكم وتستاهل تستاهل الحكم الاول قلت لك بصله مع كاتشب اوكي الحكم الثاني تطلع برا وتكنس الحوش كنسه اوكي الحكم الثالث عارف الجبل هذاك اللي رايح نازل فوق من فوق عارف اللي قدام اللي قدام استراحتكم شايفه ولا ما انت شايفه ما انا شايفه تطلع حافي القدمين الى الى الى, إلى فوق تسوي وتنزل اخر شيء وتطلع وتنزل ارحب خلاص 20 مره 20 مره تعطيني حكم رابع حكم رابع تيجي المدينه وتسوي لي اندومي ها تيجي المدينه وتسوي لي اندومي جرب قرب راسك غريب ما عليك حرام انت صاحي ولا مجنون يا حبيبي الله مشكلتك اجي مدينه اسوي لك اندومي وارجع الرياض لا بوديك الحرم اكسب فيك اجر وردك الله يبيض وجهك اي والله طيب وش رايك ارسل لك كرتونين اندومي وتفكري من الحكم اوكي الله يسعدك بقوم اكنس الحوش بس ما حددت وقت انت لا ما في مده جاي لك جوله كامله بلا ما حددت وقت تبغى زي كذا انت في جولة انت اللي بتندم انت اللي بتندم دقيقة اسمع اسمع دقيقة احلف احلف ما راح احلف ما راح احلف ما حددت طيب ما راح احلف ما حددت كيفك سوي كيفك كيفك اوكي اوكي لما انا جاي لما طلبت فطور انا قلت لك ايش تبغى ما قلت انا اجيب لنا انا قلت لا تكذب ورب الكعبة أنا قلت لك إيش تبغى دقيقة بالحكم والله قلت لك اسمع دقيقة سوي ملعب اسمع العب يا والله سوي أنا أوكي بلعب بس اسمع دقيقة والله ين حكم الطلب قلت لك تختار أنا أختار مطعم اللي يبيه والطلب اللي يبيه وتدفع عاد طب خلاص العب يلا عشان تلك العب من كثرك العب أوكي العب طلع لي بات فهد تعال خلنا ننظف الحوش شوي بما أنه مغفل يلا ايش لا تعمر لا تعمر لا تعمر بس حب كلمتك ايه حب كلمتك حب كلمتك يلا 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 ي
ثبت شوي تعال حسن اشغل قاتل هذا بالهول يلا ثبت ثبت هناك تفضل تفضل تعال بجيك يا عمي ريحة صدرك وخ لا 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 مخبر الدنيا الله يحفظك مخبر الدنيا يا امي حاضن انت حاضنهم ببطنك واخر مو اكل هو شيك انت حاضن برجر انت ولا انت حاضن يا عميل يا بيدار شلونك طيب والله بشيرك بخير لا لا الدنيا وسخه يا رجل كيف تحط ذي دقيقة هنا ها على اساس انت نظيف يعني اتكلم عن النظافه ها على اساس انت نظيف انظف من وشك يا خسيس هذه الجولة على حكم ايه على حكم يلاك يلا يا فهد بالله في هنا في هنا تراب شوي بس تكفي المكنسة دقيقة بس ابشرك راح التراب يا فهد راح التراب الله الله ياه 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 وفهدان ملك المكانس كنس وجه سبيكي يا ساتر يا رب الله كنس وبعد يلا حسن الله يجزاك خير بس في تراب هنا بسيط حسن شوف 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 هنا تكفى اسحب اسحب المكنسة اسحب المكنسة فهد يا الله الله يكثر خيرك فهد الله يكثر خيرك فهد الله يا حسن الله أنا قلت أنت مو العيال كنسون الدبل 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 وقت الدبل خلاص خلاص وقت الدبل وقت الدبل يا جماعة والجولة يا عيال يا عيال كبر الدبل يا عيال وقت الدبل يا ربعي وقت الدبل يا عيال ربعي يا ربعي أي تدري أن أنا قلت أي تدري أنا قلت ينظف الجو الحوش كامل الحوش كامل أيوة الدبل ارحب انتبهوا انتبهوا يا جماعه انتبهوا ترى ارحب يا امير شدوا يا ربع شدوا ترى سكورهم بيشلع بعد شوي خذوها مني شدوا يا ربع ارحب يا فاطمه ارحب امي شباب شيروا شيروا عيال شيروا ارحب ايه جعل الله تعطب يا امي ايه الله يعزك الله يعزك بالله قلت الحوش كامل والله قلت الحوش كامل تبي اطلع نفذه ايه اطلع نفذ ابشر دامك قلت اي شيء تقوله ذكرت في الحكم تنفذ ابشر احضرك ترقص الحبيبه القدميه لا لا علم كيف الحين كنسه كامل انت تبغاه تكنيس كامل صح يا عمي نظف نظف ولا يكثر هرجك ونظف نظف بسرعة انت تبيه باللكاعة انا اوريك اللكاعة يلا يا فهد امشي تطلع برا وتنظف ولا يكثر هرجك يا عيال شيروا يا عيال تبي تنظيف كامل صح يلا يلا نظف نظف او شي نظف نفسك بعدين نظف الحوش هذا التنظيف اوف اوف يا عيال والله لا اجل اطلبكم من الفوز ايش تبغى يا ابن حياك الله حياك الله صار انت ابو يا جماعه يا عمرو كمل يا عمرو كمل تنظيف يا مشعل كمل لا انت جحفل يا الربع تكفون كمل يا لا انت جحفل باخر الثواني صح انت جيت ولا الهوى جابك ترم لا الله هيك تا والله ما قصرت يا شباب رب الكعبة ما قصرت امي الله يعزك عندنا حكام الديني
الله يعزك يا عمي. والله شكرا ورب الكعب اللي دعمه، والله ما قصرت عزيز اتش اس عتيق جيش بكبسين ورب الكعبه مره شكرا. الله يعزك في ذمتي، الله يعزك هات احكامك. انت قلت الحوش كامل صح؟ نبي حل. طيب جوله كامله نظف الحوش اللي عندك بمكنسه. اوكي كامل تنظفه. الحكم الثاني خليك دقيق في الاحكام معك دقيق. اوف اوف كل اللي عندك دققوا معه. ايه الحكم الثاني ايه تطلع برا تطلع برا ايه تحضن الشجره اللي قبل شوي جوله كامله ايه الحكم مشاعر. الحكم الثالث والاخير قل لي بسرعه. لا لا ما ودي والله ما ودي. عطى عطى لا لا عطى يا رجال عطى عطى قروشني والله قروشني. عدت بمشاهدك من الربع قروشني يا رجال. حدد عشان ما يتركع. شوف يوصلني عليك. تحط صورتي عندك عرض اللي انا حاطه تحطه بحسابك هذا حلو. صوره عرض ثلاث ايام تخسر يمشي كيفك. حاحضن شجرة جات على الشجرة يعني مغري. يلا حضن شجرة تفضل احضن الشجرة بسرعة نحسب لك وقت الله يحفظك. يا ما يبي يحط صوت يا جماعة. بكيف بكيف كيف يا جماعة تكفون. هذا أنا يا الربع أمي الله يعزه ركان لولو كل الدعمين ضيفهم يا جماعة والله ما قصروا. هذا على حكم بكيف. ها تكلم للحين بحكم ولا إيوة على حكم. مو تجيني بعد فيه تقول جولة توب. العاب جولة توب ما توب والله ما تدري يمكن اخذ التوب منك اوريك. يا يا عمي اذا اخذت تستاهل ومبارك لك غصبا عنك. لا مو غصب. جيش مكبسين 3 مليون الله يعزكم الشين الف حي والله روسكم. سبايك الفطور تاخر والله جوال هناك. يلا رجعت شوف. اسمع ما حددت الشجرة انت. لا قلت لي قبل شوي يا سباكي. لا ما حددت والله. قلت لي قبل شوي الشجره اللي قبل شوي تطلع والله العظيم. هذه قشعه تقل شوشتك. هذه قشعه وليست شجره. ما حددت والله. حددت والله 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 حددت. قلت لي قبل شوي حددت. قلت احضر الشجره خمس دقائق. يا حبيبي انت حافظ مو فاهم. هذه مو شجرة يا احبار. هذه قشعة. راح راح للشجرة قبل شوي. هذه شجرة لا يكبر. والله قلت لي قبل شوي. اوكي بتركع. طيب اوكي لا ما تركعت بس اوريك اللقاء حقتي. خلو خلو يا جماعة خلو. الدبل الدبل يا الله. لا تزعل لا تزعل خلاص خلاص. بس قلت تبغى لك خلاص يستبل لك اليوم ذلك خلاص. شباب شباب بلا الجولة دي يا شباب بلا تهز احكامهم الله يبيها. تدري عاد فهد ما يخرم من الاحكام القوية والخبيثة. لو اخذ شورة ترى ما يقبلك. فهد طالع هنا. ارحب فهد. ارحبي يا ملاك ارحبي فهد. الجولة دي احكام عندك كلها ابيها ثلاث احكام وصرخ وشوف احكام بعد. ارحب يا ملاك ارحب. الدبل يا الربع. يا عيال كملوا الدبل. ايش بكم؟ يا عيال كملوا الدبل. الدبل يا الربع الدبل. تبون والله برعايتكم. اي والله. ارحب. بدا الدبل. حرام ما كان فدبل لكم شوي لولو. ارحب يا لولو ارحب.
أرحب الله يعزك يا لولو. في صوت عندك. ها؟ ارحب! ارحب! ارحب الله يعزك! الله يعزك معلق معلق عندنا يا رفيق! الله يرضاك! اعطيك شاحن اعطيك شاحن. بيالك يا رجال مشروب فنجاله مشروب قعو! مشروب فنجاله مشروب قعو! بيالك هذا الشاي بعد شوي مع الفطور. مسوي لي يرقه فتون مم الله يعزك. تبون اخذناه يا شيخ؟ دقيقه ورب البيت ورب البيت اللي يقوله الله يعزكم وبس. دقيقه يا شيخ الله يعزكم في دمه. انت الدب والله مبروك والله مبروك. اسمع اسمع أقول الله يعزكم وينوم عيني وحي والله رؤوسكم وعسى الله طبخت وعسى الله يزيدكم عسى الله يزيدكم دبل أضعاف اللي عندكم. أي والله حي والله رؤوسكم يا بيض الله وجهي. أمي ركان لولو شباب بصل كسرنا حكم يا شباب ملاك الله يعزكم الله يعزكم الله العظيم كلكم اسمع هذه الحكايه. ابشر معليش اعتذر والله على الاغنيه يا جماعه. يلا خذين حماس شوي. هذه الاحكام شاري. طيب الاحكام حطها لك فهد هنا طالع شوف اختار اسمع حطها ملاحظه اختر من رقم 1 ل 13 مدلعك فهد. ما اختار ماني مختار. اختار ايش عندك؟ تبغى تحكم احكم ما اجي انا اختار تحكم. أوكي أبى أشاور اللي عندي. أجل يا جماعة إيش رأيكم؟ الجولة هذه تنتهي تروح عليك الأحكام. هذه الجولة دي ترد لو ما تقول لي الأحكام تروح عليك. مو على كيفك سبايكي. وش اللي الوقت ذا وش تخف كيف مو على كيف خلاص أحكم. طيب يا جماعة أضيف الداعمين تكفون الله يعزكم كلهم. الله يسعدكم رب. والله ما قصرتوا رب الكعبة مرة شكرا. هذه حلوة وين؟ يلا طيب الحكم الأول أنت جنبك جيران بالاستراحة صح؟ أيوة حلو. الحكم الأول تغسل سيارة جارك كاملة. حلو ما في أحد ما في سيارة ما في دوامات. طيب شفت التريل اللي قبل شوي الحمراء؟ اطلع غسلها كامله. ايه
ما سيارتنا ممكن اشتكيني. لا تغسل تنظفها حبيبي. انا العب مع مشاري بلعب معاك لو سمحت ولا تدخل. الحكام عندي مشكله اذا بتلعبون. اسمع ايوه لما انا افوز احكمكم كلكم. ما تيجي تحكم كذا صح ولا لا؟ نظام نظام. تكلمت من قبل يا والله والله اللي شغلك مشاري مو انا. ما في مشاري. الحكم الاول دقيقه بعد بس السياره كامله التريل قبل شوي. الحكم الثاني ايه اوكي. تصور سناب من حسابك سنابك الاصلي وتمدح فيني قصيدة مدح وثناء وشكر. لا لا والله لا 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 زلال مش مزلالي. هلا والله هلا والله مشاري. هلا والله والله مشاري الله. مشاري تخيل حملت تويتش يعني عشان اتابع بثوثة واقطع. الله يسعدك روان. هلا هلا سباكي. هلا هلا وغلا. الله يعزك روان. هذا احكامك الثاني. تصور سناب وتقول فيني قصيده غزل ومدح وثناء وشكر وتحط المنشن حقي. حلو. 24 ساعه ما تشيله. اوكي. وتجي طالع وتقول فيني قصيده وتذكرني وتقول مشاري عتيبي هذه قصيده اهداء له وتمدح. رجع ازعجله ازعجله. ايوه. الحكم الثالث والاخير. هذه حلوه. حلو. احكامك الحكم الثالث والاخير. وبعد اسمع. تحكامك وما نشوفك خير على الصدام. لطلب متابعيني وهم عزيزين وغاليين على قلبي. شيك تحسبني انه سماح؟ لا طلبيني. هات احكامك غبي ذا. لطلب متابعيني روان خاف ربك في عيالك. اول شيء ما حددت انت خاص ولا صح ولا لا؟ لا 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 قلت لا لا. قلت ستوري بحسابك. قال حسابك هذا. قال ستوري. يا غبي يا غبي. أعرفكم على مشاري الصديق. إيه في ستوري أصحاب. إيه في. يا غبي قلت ستوري عامر بس ساعة. اسمعني اسمعني. يقطع عنده. أنا قاعد ستوري عامر. بفلوس إنه ترى. يا عيال. تيشيرت هذا التعبان. ابنت هذا بشان بعمره. اسمعني ايش قلتي؟ قلتي تعال. ما جيت حكمت على مشاري. اي والله انت روات تعيب عليه ونت. تعال انت تعبان 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 بنتك. لا امك تعبان. تعال تعال تنتك الفجر يخلص لازم يشتغل بالليل. يا اخي ليش ما اعرف ليش النت يعلق. اسمع يعلق البث. لا ما انتم شايفين الثوري اللي داخل معانا كن بيعلق. شوفوا شوفوا الوجه. لا ما حددت ستوري بس يا اخي. قلت ستوري بحسابك ما قلت سوقها. الحكم الثالث والاخير لطلب متابعيني الله يسعدهم وغالين عندي وانتخاب لقاوا سامحه سامحه وكذا ويعني ما يستاهل السماح والله. ما اقدر اردهم ولا يعني صعب صح اني والله. اي والله العيون الخضران بس. اي والله العيون الخضران واستقام شاري كلهم والله يستاهلون. ف الجماعه شوفوا اسامي الجماهير الناس الخضران اصدقاء مشاري جيش مدري مين. انا جيش الطماطم. على جوح انت ولا ايش؟ بالله سبايكي وتيم بالحب. شوف كيف احنا مره سبايكي خارج الصندوق. احب الخروج عن المألوف. دقيقة ادورك رابع. جماعة خلوني ضد مشاري ابحكم وحلمي. الحكم الثالث والاخير. ايهاب. غير التيشيرت اللي انت لابسه الخايس الاحمر ذا البس لي 10 تيشيرتات وطفى مكيف وتكمعي جولة كاملة. قوم. يلا حيصير مضغوط زي كادي. احكامك من جديد ايش قلت؟ الحكم الاول ايش؟ غسل التريلا اللي برا. يا اخي تلقع في الاحكام. جوله كامله. جوله كامله تغسل التريلا الحمراء اللي برا. الرجال برا راح يطلع له. ها المندوب؟
اي برا واحد طلع لك.